تنفيذا للتوجيهات الصادرة من معالي وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش وبإشراف مباشر من قبل السيد معاون رئيس أركان الجيش للميرة ومدير صنف الهندسة الآلية الكهربائية، تتواصل استعدادات مديرية الهندسة الآلية الكهربائية بجميع تشكيلاتها ومعاملها القاعدة والمتوسطة والميدان لإنجاز أكبر حملة لتصليح الدبابات والمدرعات والعجلات والأسلحة والمعدات والمهمات المختلفة، والتي دعا إليها دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبنسب إنجاز عالية لغرض دعم الجيش العراقي الباسل والوصول به إلى أعلى درجات الاستعداد والجاهزية القتالية. تقوم مديرية الهندسة الآلية الكهربائية بالاستعداد وتهيئة أكبر حملة شهدتها منذ فترات طويلة وزارة الدفاع بمعاملها كافة، معامل القاعدة ومعامل المتوسطة ومعامل الميدان، بإنجاز حملة تضم آلاف السيارات والمعدات العسكرية وكذلك آلاف الأسلحة وآلاف المهمات، وذلك لدعم الجيش العراقي وإكمال وتهيئتها وإنجاز الاستعداد القتالي بأكبر ما يمكن. ولا ننسى أبداً الدعم اللامحدود من قبل السيد معالي وزير الدفاع وزياراته المتكررة والسيد رئيس أركان الجيش ومعاون رئيس أركان الجيش للميرة، حيث يتواجد يومياً للإشراف على هذه الحملة في معاملنا كافة. أمروا معامل التصليح تحدثوا عن إسهامهم الفاعل في تلك الحملة الكبرى، مشيرين إلى العمل المتواصل ونسب الإنجاز العالية والسريعة والجهود المضاعفة التي بذلت من قبل المنتسبين ضباطا ومراتب وفنيين والدعم اللامحدود من قبل المراجع. باشرت مديرية الهندسة الآلية الكهربائية المتمثلة بمعاملها من ضمنها معمل تصليح العجلات، معمل الدروع، معمل المدافع والأسلحة وباقي معامل متوسطة بالحملة الكبرى التي دعا إليها السيد دولة رئيس الوزراء والسيد معالي وزير الدفاع حول إنجاز أكبر عدد من العجلات والدروع العاطلة في وحداتنا العسكرية. قام معملنا بإنجاز وتصليح ما يقارب 150 عجلة خلال فترة شهرين أو أقل يمكن من هذا الوقت. تم بها إعداد وإعادة تأهيل أغلب العجلات بكافة أنواعها. من موقع إقامة معرض قادة النصر السادسة في موقع التاجي، صباح الخزعلي، إعلام وزارة الدفاع.